رجعنا يا جماعه من الفاصل. نعمل بقى ادي الطبق بتاعنا الاولاني اللي هو باللينجوينه. طبعا الصوص احنا شفناه مع بعض، بس بستنى المكرونه لما تستوي، وعلى طول بنزل عليها بشويه ميه من السلق بتاع المكرونه وادمجهم كويس. انا قلت اقطع يعني استهلك وقت واقطع الطماطم بتاعتي عشان هحتاجها طبعا في الطبق التاني بتاعي. اعمل كده. كنا معاكم يا جماعه في الفصل الاولاني ده. كنت بحكي لكم على كنت شغال، طبعا ما اشتغلتش بس المهنه بتاعتي دي، اشتغلت برضو سواء نقل. اللي حصل ان انا دخلت في الطريق ده وكانش مفروض اصلا ان انا اخش في الطريق ده خالص، وطبعا غلطه مش مني خالص، لان طبعا بيبقى عليه في لوحه كده، المكتب الرئيسي بيبقى فيه لوحه عارف الطريق ماشي ازاي وعارف انت رايح فين. قال لي خش. دخلت وصلت يا جماعه لغايه الجبال هناك، الملفات قاسيه جدا يعني طبعا الواحد بيبقى واخد عليها، ولكن لو اول مره واحد يمشي فيها مشكله، يعني بتسبب مشكله يعني. اللي حصل ان جيت عند ملف معين، انا كنت راكب اللي هي بمقطورتين، العربيه بتاعتي خرجت الورانيه وانا واخد بالملف الصغير قوي، خرجت بره وبدات العربيه بتاعتي ترجع من على الجبل. بدات العربيه الورانيه تخرج بره سور الجبل، لان هناك ما فيش سور، ما بيحطوش سور، الناس واخده يعني على السواقه هناك والملفات والكلام ده. بدات بقى اترعب، لان بدات فعلا انا شفت العلو. رحت فاتح الباب وقلت يا روح ما بعدك روح. والله لو حصل و العربيه دي هتحشبط في اي شجره، حلاوه الروح بقى وايه، ونط خلاص. بس الحمد لله ربنا هذا الواحد يعني. رحت المفروض ان في النقله العربيه النقله الاولى هي بتبقى اقوى نقله، رحت مدي الاول ودايس بنزين على الاخر، راحت العربيه خارجه بس اتكسرت العربيه الورانيه الكاوتش بتاعها. لكن فعلا شفت الموت يا جماعه. طبعا اتقلبت الشركه كلها وقال لك في حادثه ومش حادثه ومش عارف ايه، واتقلبت الدنيا. والحمد لله عرفنا ان احنا نخرج العربيه ونطلعها من المكان ده خالص. انا دلوقتي حطيت الزيت وهحط بس هشوح البطاطس بتاعتي تشويح بسيط كده في الزيت اهو. نعمل كده، خدها بس كده ايه تشويحة حلوة. واحنا عموما يعني السواقين هناك بيطلع مع التليفون مفتوح، خط مفتوح، مع كارت يحط فيه بنزين، مع كارت يحط، لان هناك ممكن السيستم هناك ممكن تقعدي 3 شهور او 4 شهور او 5 شهور ما تشوفيش الشركة. يطلع من فرنسا حمل فيه تحميل مثلا في المانيا، يطلع على المانيا يجيبها ويرجع، على يعني ايه ممكن تقعدي شهور بره. لكن معاكي طبعا كل الامكانيات، كروت كلها، كروت فيزا وكروت للبنزين وكروت للتصليح، لو اي عطل اي حاجه تعطل تتصلي بالرقم ده، كله على حساب الشركه طبعا، السواق ما بيدفعش حاجه خالص من جيبه. بس كان يا جماعه بالامانه يعني متعه اكتر من الطبيخ. سواقه على الطريق دي، سواقه على الطريق على الاوتوستراد كده حاجه نظيفه، مدن بتعدي على طبعا مدن جميله، ثانيا طرق جميله وخلابه يعني، زي برضو الطريق بتاع شرم بتاعنا في الاول كده في الدخول شويه جبال حلوه، نفس المساله، بس طبعا دي على خضار اكتر لان الجبال طبعا هناك يعني نسبه للمطر الكتير عادي ان يطلع خضره، الجبال كلها يعني تتكسي خضره. انا لازم اشوح كويس البطاطس بتاعتي دي، يعني الوش انا محتاج البطاطس الوش بتاعها بس هو اللي ينشف، بس انها ما تستويش تستوي يعني، انها تستوي بعد كده. بعمل كده و انا اصلا كنت في الاول خالص لما رحت يا جماعه كان مجالي اصلا الطبخ، وبعد كده يعني عارف اللي ايه انا يعني انا جاي من الفلاحين يعني مانيش مولود في بره، بس سبع صنايع يعني اتعلمت مهنه تانية عشان لو انا في غربه.
لازم يبقى معايا إمكانية مهنة واثنين وثلاثة أو كده، بحيث حاجة وقفت التانية أعملها. جات فترة كده كانت ركود في المطاعم والشغل وكده، فعملت رخصة معايا، رخصة إيطالية دولية للنقل يعني. وعلى فكرة هناك الرخص مش سهلة، هناك مفيش حاجة اسمها تتعلم، معلش يا جماعة بقى، مفيش حاجة اسمها اتعلم في البيت او جنب الاستاد او جنب مش عارف ايه في مكان فاضي وانزل، مفيش الكلام ده، لازم تبع مدرسة، لازم واختبار، والاختبارات دلوقتي بقى اصعب، بقى كمبيوتر يعني. الاول ممكن كنت تشوفي حد يساعدك بتاع مش عارف ايه، لا دلوقتي مفيش الكلام ده، دلوقتي كله بقى كمبيوتر، وما لازم انت تكوني عارفة عشان تنجحي يعني. يا جماعة بلاد جميلة طبعا، العيشة فيها برضو جميلة، بس طبعا بلدنا، انا جيت كمان عشان ابني، مش عايزه بالامانة كده يكبر هناك، يجي يدرس الاول وبعد كده هو حر بقى براحته، يطلع بقى ايطاليا، يطلع اي حتة تانية هو حر. المهم اتأسس هنا الاول في مصر، عايز يفضل قاعد ماشي. حطيت انا البصل اهو بتاعي والكرفس كمان، وهاخد تقليبه بس. هنا بصراحه الواحد يعني لاقي حاجات كتيره يعني، لمه الاصدقاء او لمه الاسره او 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 بالامانه المغترب هو اللي بيحس بيها اكتر يعني، يعني المغترب بس هو اللي بيحس بيها يعني، بيحس بيها قوي. ده في ناس مغتربين من اسوان بيشتغل في اسكندريه بيحس بالغربه، يحسوا بيها يعني. قعدة الأهل واللمة دي يا جماعة بالدنيا، لمة الأهل دي بالدنيا. أنا هبدأ أعمل إيه بقى؟ هبدأ إن أنا أقطع بس السمك بتاعي ده شرايح بقى بس كبيرة شوية كده، كده أهو. هبدأ إن أنا ألف، هنزل بقى يا جماعة الطماطم بتاعتي أهي كده، وهلفها برضو. كل ده احنا شايفين ان انا ما وطيتش لا نار ولا عملت، انا شغال كله على نار واحدة ثابتة، والحاجة بتاعتي اهي بتطلع زي ما انا عايز. ده طبعا عشان بياخد سوا قليل هحطه اخر حاجه. هبدا ان انا اقطع الكبري بتاعي حتت صغننه كده، او ممكن هقول لكم عشان اسهل المساله هو برضو يجي كده، انا هحطه صحيح كده زي ما هو الكبري، وهلف لفه كده اهو 100 100. بدات الطماطم بتاعتي تستوي كويس. طبعا انا اخر حاجه هعملها الزيتون بتاعي، وهنحط ورقتين لورا كده مع بعض، وهلف اهو كده عشان، وهنزل شويه ميه بسيطه بعد ما انزل السمك بتاعي ده، واخد دي كمان اعمل كده. واحط دول كده اهوت، وامسك كده عشان ما توسخش، والفهم لفة كده مع بعض عشان السمك ياخد ويدي ويستوي. وهنزل شوية مية بسيطة كده عشان تكمل سواها، حط دي هنا كده اوب اسف، وهعمل كده خلي المية تتخلل عشان تنزل درجة الحرارة شوية، هعمل كده وهرش شوية كده على الوش. انا محتاج بس 2 3 يا جماعه عشان
الطبق بتاعي يبقى جاهز، لان احنا قلنا السمك بتاعنا الفيليه ده بيبقى رقيق او بيستوي بسهوله. انا هنغطي الحله بتاعتنا. طبعا السمك يا جماعه من 5 لـ7 دقايق. انا هنضف مكاني هنا كده، نحط الحاجه بقى، نشيل الحاجه اللي هي ملهاش لازمه عندنا على بال ما يستوي الطبق اللي قدامنا، الطبق اللي هو المفروض الرئيسي بتاعنا النهارده. اشيل دول كمان خلاص مش عايزهم، وانضف هنا شويه كده. الطبق المكرونه بتاع النهارده يا جماعه احنا جبنا هو لينجوينا زي شبه الاسباجيتي بالظبط، بالمشروم وبالطماطم، وبرده بنفس سمك الفيليه. يعني تجيب ثلاث حتت، لو انتوا اتنين بتجيبوا 3 حتت، واحده للمكرونه والاثنين كل واحد حته بتتقطع شرايح، بتتحط مع تتعمل طبق رئيسي ويتعمل طبق برده مكرونه، يبقى وجبه كامله. وحطينا طبعا الاول المشروم مع الفلفل الحامي، طبعا اطفال يبقى ما فيش فلفل حامي، الملح وفلفل، سيبناهم شويه، طلعت الميه بتاعتها، رمينا الطماطم، وبعد شويه قطعنا السمك قطع صغيره ورميناها معاهم لغايه لما السمك استوى وبقى يعني جاهز للاكل. كنت انا حاطط المكرونه تتسلق، حطينا عليها بشويه الميه المعهوده، مهم قوي شويه الميه بتاعت المكرونه، حطيت عليها ودمجت كله مع بعض، وطلع طبق زي ما احنا شايفين كده اهو. انا هطمن بس على الطبق بتاعي اشوفه تقريبا كده، خلاص الطبق بتاعي جاهز. انا هجيب الطبق اللي هغرف فيه وهطفي ناري، خلاص انا مش محتاجها، وهعمل كده اقرب شويه دي، وهبدا انزل السمك بتاعي. اهو كده. طبق جميل يا جماعه، ده طبعا ده ممكن يتاكل كخضار بالعيش، جميله، او بدل اللحمه يبقى شويه سمك فيليه حلوين بالبطاطس وبالزيتون. طبق جميل هيعجبكم. ونتذكر مع بعض كده سريع سريع، احنا نزلنا الاول البطاطس مع الزيت لوحدها، شوحت شويه اتغير لونه، رحت نازل معاه بالبصله، قطعت بصلايه ورحت حاططها منزلها معاها، اتشوحت شويه، نزلت الطماطم قطعتها حتت صغيره، عندك صوص طماطم برده ماشي مش هيقول لا. غلت شويه الطماطم، غلت شويه مع المحتويات كلها، نمسح هنا. رحت نازل بالسمك بتاعي قطعته قطع صغيره، حطيت طبعا الزيتون الاول وملح وفلفل حيقته عادي، واللورة طبعا، اي ورق بقى انت مقبلات تانية انت عايزه تحطيها تحطيها. جينا بعد كده قطعنا السمك قطع صغيره ونزلناه عليه وغطيناهم لمده 7 دقائق، من 5 لـ7 دقائق يبقى الطبق كده بتاعنا جهز. بكده يا جماعه احنا خلصنا. شكرا ليكم وشكرا لحسن المشاهده، ونتمنى ان احنا اللي احنا بنعمله ده يعني يهوز اعجابكم، او يعني تجربوه وتشوفوا طعم جديد او تيست جديد. ما تنسوش موقعنا قناة ست البيت، برنامج بون ابيتيتو. شكرا ليكم، وبون ابيتيتو اتوتي. تشاو.